بإقليم آسفي تم إطلاق مشاريع تنموية وتفقد أخرى همت مجالات متنوعة، منها إعطاء انطلاقة الأشغال بالشطر الثاني من الطريق الجهوية الساحلية التي تربط آسفي بالوالدية على طول 13 كيلومتر بتكلفة نهزت 40 مليون درهم. سيتم إعطاء انطلاقة الشطر الثاني من الطريق الجهوية رقم 301 على طول 3.4 كيلومتر بغلاف مالي ديال 39 مليون درهم. كذلك سيتم تقديم السيد الوالي والسيد عامل إقليم آسفي يعني تم حالة تقدم مشروع تقوية ودعم جرفة مونية على مستوى معلمة قصر البحر. اليوم احنا متواجدين معنا في الانطلاق ديال العدد من المشاريع ديال تطبيق الأحياء البحرية. الوكالة الوطنية لتنمية تطبيق الأحياء البحرية قامت بإعداد واحد مخطط ديال التهيئه ديال الدراسه ديال الاماكن الصالحه لهذا النشاط هذا، وتم تحديد عدد من الاماكن اللي كتتراوح تقريبا واحد 2000 اكثر من 2000 هكتار اللي مخصصه للزراعه ديال الطحالب والتربيه ديال الاسماك والتربيه ديال الصدفيات. بالمناسبة قام والي جهة مراكش آسفي والوفد المرافق لها بزيارة عدد من المشاريع، من بينها رصيف الفحم بالميناء الأطلسي الجديد المنجز بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم، إلى جانب ورش بناء أرصفة المكتب الشريف للفوسفات بالميناء الأطلسي بغلاف مالي يقدر ب 6 ملايير درهم، والذي سيساهم في توفير ما يقارب 300 منصب شغل مباشر. تشرفنا بالزيارة ديال السيد الوالي ديال جهة مراكش آسفي لهذا الصرح الاقتصادي المهم اللي هو ميناء آسفي الأطلسي. هذا الميناء اللي كيعد واحد القاطرة للتنمية بهذا الجهة. زيارة والي جهة مراكش آسفي والوفد المرافق له شملت أيضا مشاريع تهم محور التزويد بالماء الشروب، منها محطتي تحلية مياه البحر بالإقليم المنجزتين بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايير درهم.